ديننا هو دين الحب، وقصة الحب اللي بينك وبين أي حد غالي عليك الله لا يريد أن تنقطع حتى بوفاة من تحب. اللي مات لسه موجود كأنه في غرفة مجاورة، وبيسمعك ويشعر بيك وينتظر منك الهدايا. بل الصلة بعد وفاة حبيبك ده بتعلى أكثر إخلاصا، لأن ما فيهاش مردود ملموس. يرتقي الحب بعد الوفاة إلى عطاء دون أخذ، وكان في الحياة أخذ وعطاء. الحب بيرتقي بعد وفاة من تحب، ويبدأ واجب الحب بعد وفاة من تحب بأن ربنا يطلب منك تغسيله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا وكفنه وتبعه وولي جثته رجع مغفورا له. غسلته ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك. انت بتكمل قصة الحب، الصلة مش هتنقطع. وبعدين تصلي على حبيبك ويكون قدامك كأنه بيصلي قدامك، بس هو مش بيصلي، انت اللي بتصلي عليه. وكأن ذكريات زي ما كنتوا واقفين مع بعض في الجامع، وتبدأ تدعي له: اللهم أبدله دارا خيرا من داره. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بعد صلاة الجنازة هو اللي بيتولى الرد بإرجاعك من صلاة الجنازة بقيراط من الحسنات قد جبل أحد كما في الحديث. ويا سلام لو رحت معاه لمكان بيسبب لك أنت وحشة وقبضة نفس، لكنه دار كرامته وبيت عزته، قبره هتدفنه وتغيب جسده. خليك واقف نص ساعة من الوفاء للميت أنك تونسه وهو بيتسأل في القبر، حتى قال عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ادفنوني تماما يعني، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، قد ما بتذبحوا كده جمل، ويقسم لحمها يعني تلت ساعة ونص ساعة، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، ونسوني وأنا بجاوب على الملائكة. وسبحان الله، ده وغيره من الأحاديث بيثبت معلومة غيبية ربنا حابب يعلمها لك، إن الميت وانت عنده في قبره سمعك وحاسس بيك ووجودك بيونسه. وده رأي جمهور العلماء من ابن حزم والقاضي عياض وابن كثير، إن الميت سمعك وحاسس بيك. بل إن الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين في باب الدعاء للميت بعد دفنه: والقعود عند قبره ساعة، والدعاء له، والاستغفار والقراءة. ده اسم الباب في رياض الصالحين. بعد ما تدفن وتقعد وتستغفر، قال الشافعي كما في رياض الصالحين: ويستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن، وإن ختم القرآن كله عنده كان حسنا. كلام ده في رياض الصالحين. وبعد كده بعد ما تمشي، يلا اشرك حبيبك في كل خير بتدوقه مع ربنا. فالأحناف والحنابلة بيشوفوا وصول ثواب القرآن لو أهديته للميت. يلا في كل حرف بتقرأه ابقى قول يا رب، وثوابه كمان يوصل لحبيبي اللي رحلك وساب الدنيا. وقف جنبه بالأعمال الصالحة والهدايا الصالحة زي ما كنت بتقف جنبه في الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وعن تجربة، هتحس بمشاعر سكينة وحب بينك وبين حبيبك اللي مات لو بعت له أعمال صالحة. والمشاعر دي هتكون شكر ربنا ليك إنك أنت أعطيت الحب. والجزاء من جنس العمل، لو أكرمت المتوفى بأعمال صالحة بعد عمر طويل الناس اللي بتحبك هتكرمك بأعمال صالحة. والإنسان اللي بيحب من قلبه ما بينساش حبيبه حتى لو مات. وربك يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فاللهم يا رب ارحم أمواتنا، واجعل جليسهم في قبورهم العمل الصالح، حتى يطمئنوا لرحمتك وهم في بطون القبور.